مع بارك الله فيكم على البيت هذه اللي تحل باب التواصل ما بين المجتمع المدني. حل باب التواصل ما بين المجتمع المدني وخاصة منه أعضاء مجلس النواب اللي ديما نحبوا فضائيات باش نجموا نقربوا فيها أكثر للمواطنين وناخذوا منهم الأفكار نتاعهم ونوصلوا الصوت نتاعهم، وما خيرش من البادرة كيما هكا اللي تجمع الناس الكل نتناقشوا في إطار حتى النقاش مفري وحتى الأفكار اللي تكون مطروحة. هو إن شاء الله بهذا الخميس الجاي ثم رونديفو مع السيد وزير الفلاحة بخصوص الموضوع هذايا، وهذه فرصة باش احنا نزيدوا نعرفوا الموضوع من قرب ونزيدوا نعرفوا الديتاي اللي مطلوبين في هذا الملف بالذات، باش كي نبداو حاضرين إن شاء الله معاكم تكون عندنا فكرة شافية وضافية بالتفاصيل نتاعها. العرض واضح وما فيش حتى معناها حاجات اللي ماهيش واضحة، لكن حبيت فقط نستفسر على حاجة أسامة، هو بخصوص المقترح نتاع السيدة البحارة والمجتمع المدني بخصوص الميناء بطبيعة الحال مقارنة بما تم عرضه من طرف وزارة الفلاحة. العرض هذا ولا الطلب هذا كان بناء على دراسة من معناها بيرو ديتود، والا فما دراسات معمقة بخصوص الموضوع هذايا، وكذلك التكلفة كيفاش تم تقديرها. ترى احنا كي باش نقعدوا بياسور مع السادة المديرين العامين ومع المهندسين الموجودين في وزارة الفلاحة نهار الخميس، يكون عندنا لي زاكومون نتاعنا بيان فوندي، كنقول راني عملنا نهار وشنو نحبوا، قلت معناها على اي اساس انت اخترت المشروع هذاك وفصلته بالطريقة هذي. نجم تكون ثم انعكاسات ايكولوجية، نجم تكون معناها يقول لك هندسيا ما تنجمش تكون بالطريقة هذي. اسكو قمنا بها ولا قمتوا بها بلوتو في اطار دراسة معمقة وفي اطار دراسة علمية واضحة مع تقدير الكلفة نتاعها حسب شنو الكلفة في انا وقت اتعملت. هذوما كل الديتاي اللي لازمنا نكونوا ملمين بهم باش كي احنا نتركوا بطبيعة الحال الموضوع يكونوا عندنا دوسيي بيان ستركتوري. شكرا بارك الله فيك سيدة النائبة. ما هو سؤال فيه دوس سؤال دول لكونه هل قمنا بدراسة معمقة وهل فما بيروديتود يقام بالدراسة هذه؟ كما تعرفوا مدام البيروديتود بالنسبة لل معناها تو مثلا ناخذ الدراسة اللي عملت وزارة الفلاحة 63,000 دينار، كلفة 63,000 دينار نبدأ وقتي. احنا كمجتمع مدني ما عملناش دراسة، ما كلفناش بيروديتود، لكن كما تعرف مدام تدلتي لكون المجتمع المدني عنده شبكة علاقات قوية ياسر بشكل اتصلنا بمختصين، واتصلنا احنا تو مثلا نسمي سي توفيق الشريعة اللي هو كان مدير عام تاع السيد البحري في هو اصيل مدينه صياده، اطلع على الموضوع وقال راهو الموضوع ما يشكل حتى اي نوع نتاع مشاكل تقنيه، راهو كل المطالب الموجوده فيه كيف احنا التقديرات الماليه كانت تقديرات بدراسة مقارنة مع مشاريع حالية قاعدة تقوم بها معناها إدارة الفلاحة، مشاريع حالية توا في 2017 معناها ممكن حتى ميزات ما دخلتش حيز التنفيذ، معناها التقديرات المالية هي محينة ونجم نقول لك كل كومبوزون مثلا تحويل مصب وادي السكلي على 100 دينار مثلا، احداث الارصفه على تقدير نتاع 600 دينار بالنسبه للمتر لينيال، واحنا عندنا في 300 متر. كيف معناها احداث الفضاء نتاع الترابي فهمتي تقريبا اذا كان نجيبوا توف من برا 100 دينار المتر كاري، فهمتي احنا باش ناخذوا الجهر من وسط الواد مع الاضافه، احنا خدينا تقديرات 100 دينار في المتر كاري، دونك هذه تقديرات الوحده. وكيف ما مسيناش الكومبوزون اللي هي اعتمدتها وزاره الفلاحه اللي هي 1.8 مليار، كيف نعملوا احنا التغييرات باش ينقص منها
تقديرها بتاعتك مش تنقص، ومش تقول لي معناها تنجم تدخل في المارج بتاع ال 20% اللي يدخل فيها اي مشروع. معناها وقت يقولوا 7 مليارات مش تطلع 8 ولا 10 مليارات، سي سونتر توجور دون معناها في المارج اللي هي. دونك هذه تقديرات بدراسات مقارنه يمكن الدفاع عليها. وحتى السيد المندوب نتاع الفلاحه كي جاء ومعاه معناها المدير الجهوي لوحده الصيد البحري في المنستير اقروا لكون التقديرات نتاعها ماهيش بعيده عن الواقع، ولكونها تقديرات معناها فيابل وقادره باش تتمرر الى المستوى الاعلى، مع معناها بروند اون كونسيدراسيون كو الناس اللي خدمتها هما مجتمع مدني. كما ديما نقولها نتفكروا ديما ان سفينه نوح صنعها معناها ديزاباتور وما غرقتش، والتيتانيك صنعها دي بلو غون بروفيسيونيل وغرق. دونك هنا معناها سي وليد سي